البطاطس هنقول معلومة بسيطة عنها كده، هي أول ما ظهرت في أمريكا الجنوبية، وجم الهنود طبعا زرعوها عندهم في الجبال والأودية هناك بعد طبعا فترة طويلة وسنين تقريبا 400 سنة، اشتهرت بقى وبقت في كل أنحاء العالم وأصبحت دلوقتي وجبة أساسية على كل سفرة. بس طبعا اكتشفوها الأول فين؟ في أمريكا الجنوبية، والهنود بعد كده زرعوها واشتهروا بزراعتها لدرجة ان هم بدأوا يستغنوا عن القمح ويعملوها دقيق ويخبزوا منها العيش. الدقيق بتاع البطاطس مش نو، يعني في الهند نقول لك الدقيق القمح عندنا الدقيق او الطحين، هناك الدقيق بتاع البطاطس شنو؟ الدقيق ده بيستخدموه في الخبز ويعملوا بيه العجين بتاعهم، وان شاء الله في حلقه من الحلقات في المطبخ الهندي هنشوف هنستخدم ازاي الدقيق بتاع البطاطس. من فوائد البطاطس اللي انتوا لازم تعرفوها الساده المشاهدين علشان نعرف القيمه الغذائيه بتاعه البطاطس الرخيصه اللي تقدر ست البيت ونقدر كل بيت يجيبها عنده وتوفرها ويخزنها. سهله الهضم، بتمتص السموم من الجسم، وده حاجة مفيدة جدا، غنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور، يعني كمان دخلت على الأسماك والسيفود والجمبري أصبح فيها فوسفور هتغنينا أن احنا ناكل جمبري. يعني طبعا مهمة للأطفال لأن طبعا المعادن ديت احنا عارفين أن هي بتساعد على بناء عظام الجسم. طيب السر العجيب بقى اللي انتوا لازم تعرفوه السادة المشاهدين، قشرة البطاطس. قشرة البطاطس ديت لما بنلاقيها معمولة شيبس أو أن احنا نغسلها كويس ونستخدم قشرة البطاطس في الآلية أو في السلق أو في السلطة، غنية جدا بالألياف. الألياف دي لها قيمة غذائية غير باقي الألياف الأخرى إذا كانت الخاصة أو الجرجير أو خلافه. الألياف اللي موجودة في البطاطس بتقوي الجهاز الهضمي ومضادة للسرطان والأكسدة. شفتوا البطاطس فوائدها؟ خد المعلومة دي كمان، البطاطس خبراء التجميل بدأوا يستخدموها لعلاج الانتفاخ اللي بيكون موجود تحت العينين، يعني حتى مراكز التجميل استخدموها في التجميل وعلاج بعض الأمراض أو الانتفاخ اللي بيكون موجود تحت العين. طيب نشوف مع بعض ايه تاني يا أحمد. كل الناس طبعا بتخاف اللي بتعمل رجيم ان هي تاكل بطاطس، قلنا اللي بيعمل رجيم ياكل بطاطس بقلب جامد ومفيش أي مشكلة، بس بطريقة سهلة كده هنقول السعرات الحرارية اللي موجودة في البطاطس. طبعا المعلومات دي أنا بجيبها معتمدة علشان ما احنا طبعا مطبخنا طبخة ومعلومة صحية، فلازم نجيب المعلومة صحية عشان لما حد يرجع لها يلاقيها مظبوطة. السعرات الحرارية اللي موجودة في كل 100 جرام بطاطس تقريبا، البطاطساية اللي في ايدي ديت، السعرات الحرارية عندنا 75% من السعرات الحرارية فيها لكل 100 جرام، 3% بروتينات، 17% كربوهيدرات، 3.5 ألياف اللي هي أهم حاجة اللي موجودة في القشرة بتاعتها، وما فيهاش طب مش موجود فيها الدهون المشبعه، خاليه من الدهون المشبعه. عرفنا الفوائد بتاعه البطاطس عشان ناكلها بقلب جامد وما نخليهاش تترك بيتنا خالص، زيها زي الدقيق في البيت. وعلى فكره المعلومه اللي عايزين تعرفوها ويا ريت الساده المشاهدين يعرفوها، انا اقدر اعمل لكم